الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، سؤال النسائي: باب مؤكلة الحائض والشرب من سؤلها. باب مؤكلة الحائض والشرب من سؤلها. روى المصنف رحمه الله تعالى عن شريح أنه سأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامس؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فأكل معه وأنا عارك، يعني حائض. وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق، يعني أخذ أنهس نهسة منه، ثم أضعه فيأخذ فيعترق منه ويضع فمه حيثما وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل ألا أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه، ثم أضعه فأخذه فأشرب منه وأضع فمه حيث وضعت فمي من القطع. يقول: من قبل أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه، ثم أضعه فأخذه فأشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القطع. وفي رواية عن المقدام بن شريح عن أبيه شريح عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابه. مؤكلة الحائض وشرب معها، احنا قلنا بأن هذه الشريعة الغراء هي التي جعلت كرامة عظيمة للمرأة وخصتها بأحكام، وهذه دلالة على زيادة العناية، وأيضا بيانت كل صغير وكبير. الحاصل أن المرأة إذا حاضت كان اليهود ينفرون منها نفرة عظيمة حتى لا يجمعونها في مكان، والنصارى يجمعونها حالة كونها حائضا. جاء الإسلام وسطية، قال: فعلوا كل شيء دون الوط، دون النكاح، والمؤكلة والمشاربة والاجتماع في مكان واحد، كل ذلك من ديننا وكل ذلك جائز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس الحائض، ينام في حجرها ويخرج خانها في حجرها حتى كونها حائضا، كان يقبل، كان يقترب وهي حائض. وفيها في الحديث مسائل أيضا، مسألة أن فعل النبي تشريع، وأن عائشة لما ذكرت أراد أن تستدل استدلت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليها الصديقة بنت الصديق، وهي قد فعلت ذلك رضي الله عنها وأرضاها، جاءت تبين لهم أنه يجوز الأكل من موضع أكل الحائض وشرب من موضع شرب الحائض، فأرادت أن تمعن في الاستدلال، بيّنت أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تتعرق العرق اللحم يعني تنهس منه نهسة، فيأتي النبي إلى الموضع الذي نهست منه عائشة فينهس منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرب أو تشرب في الكأس فينظر إلى الموضع الذي وضعت فمها فيه فيضع فمه فيه، دلالة على جواز مؤكلة الحائض وصور الحائض طاهر ليس فيه ثمة شيء. وهنا فيه القرب واللطف والمؤنسة بين الزوج وزوجه، وأيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها كيف أن ما قدر الله عليها ليس نقصا فيها، بل هو رفع لها في هذا الباب. ولذلك قالت: يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فض شرابي وأنا حائض. وكان يتمتع بها حتى كوني حائض إذا يبشرها حتى إذا اتزرت. وهنا الباب الثاني: ندفع بفضل الحائض. روى حديث شريح أيضا عن سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائض، ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. وعنها قال: كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب منه وأتعرق من العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. وهذه فيها التحبب إلى زوجه، يتحبب إليها بذلك، ويبين لها أن مسألة الحائض لا يقلل من شأنها ولا هو يعني يجعلها نجسة، بل هي طاهرة، وأنها يجوز مؤكلتها ومشربتها والنوم معها أيضا في لحاف واحد والجلوس معها. وهذا كان يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في فرش ميمونة، وأيضا أم سلمة قالت: حط فاستحييت فانسللت فأخذت ثيابي، فقال لها أنفستي، قالت: نعم، قال: تعال، قالت: فأخذني تحت معه في الخميلة. وأيضا كان يأكل موضع ما أكلت منه عائشة ويشرب موضع ما شربت منه عائشة. وهذا أيضا كما قلنا دلالة على سعة الشريعة الغراء، ما ترغت شريدة ولا وريدة إلا أتت بها. الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع، الرجوع إلى الأعلم، الرجوع على عائشة. هذه الشريعة الغراء أعطت المرأة كرامتها وخصصتها
بأحكام خاصة بها. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من